السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة هنبدأ مع بعض نجاوب على الأسئلة بتاعة الفيديو رقم 20. السؤال الأول: والله أحبك في الله، أحبك الله يا أخ محمد جمال. أنا عامل خلطة عبارة عن 50 كيلو ذرة مدشوش و15 كيلو ذرة صيفي و15 كيلو تبن فول، كده كام في المية بروتين؟ يا اخ محمد انت عاملها كلها ذرة، هي ذرة 50 كيلو ذرة مدشوش و15 كيلو ذرة صيفي، يعني تعتبر 9% بروتين، مش محتاجة حساب يعني. اما انت حاطط المادة المالقة على العلف بتاعك، انت كده بتعلف ذرة بس، نسبة بروتين 9% وحاطط عليهم التب المادة المالقة. انا عندي خروف ونعجة بحط لهم 3 كيلو خلطة في اليوم بالليل بس، كده تمام ولا اخليهم وجبتين الصبح وبالليل؟ انت ما ذكرت ليش وزن الخروف وزن النعجة قد ايه، لازم تذكر لي وزن الخروف وزن النعجة، وانت عاوز تسمنهم ولا بتربيهم يعني عشان يولدوا النعجة؟ الخروف يعني عشر النعجة وتولد، ولا بتسمنهم وتذبحهم؟ لازم تذكر لي كده عشان اعرف انا احدد لك الكمية قد ايه. فاذكر لي في الفيديو الجاي وان شاء الله، بس يعني يا ريت تذكر الفيديو كده كامل، او تذكر لي عندك الخروف والعلف اللي بتاكلها لهم والوزن اللي انت بتاكله، عشان لازم تذكر لي وزن الخروف والنعجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الشاف البيت بركة والشيتين بركتين، هل الحديث الصحيح ام ضعيف؟ والله للأسف يا أخ مختار ما عنديش علم، لازم تسأل أهل علم عشان يذكر لك الحديث ضعيف ولا. احنا نسمع أحاديث كتيرة في بركة الغنم، بس هل صحيحة ولا لا؟ الله أعلم، للأسف أنا مش أهل علم عشان أدلك وأقول لك، مش عالم حديث عشان أقول لك ده حديث ضعيف ولا صحيح. بارك الله فيك. هل كلما زادت نسبة البروتين زاد معدل التحول بشكل مفتوح؟ لا طبعا مش بشكل مفتوح، انا ذكرت يعني المفروض اعلى نسبة بروتين يعني 20 22 23 25، بس تكون في وقت قصير وفي وقت معروف. احنا قلنا اللي هو الغنم اللي هي لسه 10 11 كيلو 12 كيلو لسه مفاطيم، لسه يعني لو اتفطموا بدري، او تكون انت عاوز تدي علفه مع المولود وهو عمر شهر، شهر و20 يوم، شهر ونص، عاوز تسرع من معدل التحول بتاعه، لان هو بياكلش كميه كبيره اصلا، لان هو بيكون معتمد على جزء من اللبن، وبتبدا احتياجاته من اللبن تزيد، بس امه ما عندهاش لبن زياده، فبيبدا يدور على حاجه يكمل بيها الغذاء بتاعه. فانت ممكن تحط له علفه حتى 25% بروتين في الوقت ده لغاية ما يتفطم فطام كامل عمر 3 شهور، بعد كده ممكن تخفض العلفة تنزلها ل 18 17، مفيش مشكلة. ولكن باقي سؤالك: إذا كانت الإجابة لا، فأين تذهب نسبة البروتين الزيادة؟ يعني أنت لو بتحط نسبة بروتين مثلا 30 35 40، طبعا البروتين ده عشان يتهضم محتاج طاقة، محتاج نشويات، فأنت لو زودت نسبة البروتين طبيعي هتلاقي نسبة النشويات هتقل في العلفة لو زودتها فوق الطبيعي يعني. دي رقم واحد، يعني مش هيتم هضم البروتين بالكامل الموجود في العلف، هينزل زي ما هو. دي نقطة. النقطة التانية ان هتحصل لك مشاكل كتيرة في الكبد والكلى، لان هم المسؤولين عن تصريف السموم اللي بتنتج من هضم البروتين، وبالتالي هيحصل لك موت للحيوان، موت مفاجئ مباشرة. الكبد بيتدمر بيتدمر بيتدمر، الكبد بيتعب لغاية ما يقدرش يقوم بالوظيفة بتاعته، الموت الاكيد للغنم. طبعا الفتره الطويله تكون قد ايه؟ على حسب نسبه البروتين اللي انت مستخدمها. مستخدم نسبه بروتين مثلا 30% ولا فوق ال 30، معناها مش ممكن الغنم ما تكملش شهر، شهر ونص، وتبدا تظهر عليها اعراض المرض، اعراض دمار الكبد والكليتين. ممكن تكون فترة أطول لو أنت محتاج مثلا مشغل على نسبة 25 27، ممكن تكون تاخد لها شهرين ولا حاجة. ما جربتهاش طبعا، مش ينفعش أجربها أغامر بالغنم أنا عشان أجرب تجربة، ولكن أنا بنقول لك في التقريب بتكون في الحدود كده يعني، مش من يوم وليلة يعني. أنت ممكن تأكله صويا صافي 44% بروتين بس، وجبة في اليوم يعني، وجبة كلا كده يوم ولا حاجة، مش هتضر إن شاء الله. إنما باستمرار علف باستمرار، لا هنا هي المشكلة.
زائد طبعا النقطة الأهم الجدوى الاقتصادية، دي تحط تحتها مليون خط، لأنك أنت كل ما زاد البروتين كل ما زاد السعر. جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك يا أخ سعود. في البداية علفتي كانت غالية، الآن استعملت 50 كيلو شعير وثلاثين كيلو فول بلدي وعشرين كيلو نخالة، حصلت نسبة بروتين 16.9 وعلفة الجنطار ب6555 دينار، وأنا استعملت الفول بلدي ولم يكن عندنا. تمام كده إن شاء الله تكون وصلتك المعلومة أخ سعود. الأخ تشار بيقول لك ممكن تجرب 20 صويا و55 شعير و25 نخالة. أنا ذكرت لك علفات والأخ تشار بيذكر لك العلفة دي. قلت لك قبل كده على المنزلين رجليهم اتلووا وهم صغيرين عندهم أسبوعين وأكتر، عطتهم ديكال بي، واحدة خفت وواحدة لا. ممكن تقولي على اسم دواء تاني أحسن من ديكال حتى لو غالي؟ عادي لو سمحت، طالما واحدة خفت يبقى العرض عندك نقص كالسيوم. واحدة خفت التانية إن شاء الله تخف، ممكن تزود لها الجرعة شوية، تزود لها الوقت شوية، دي استجابت بسرعة والتانية لسه. عادي لو استجبت لها علبة كمان ديكال، هو مش غالي وبيجيب نتيجة. أنا ما بندورش على الغالي وخلاص، السر مش في الغالي، السر في الدواء اللي يجيب نتيجة. أدوية كتير كان واحد بيستخدمها، أدوية غالية لأمراض ما كانتش بتجيب أي نتيجة، وكان العلاج من أبو شلم بالمصري كده، في الدواء أبو شلم. يعني كان زمان عندي الأرانب كان في الريالة بلل الوش ده تعبت وأنا بعالجه، كنت بصرف على الأرنب تمنه، الأرنب لو كان يسوى 30 جنيه كنت بصرف عليه 30 جنيه علاج، وما بيخفش بسهولة. فين بعد كده عرفت إن بعد كده العلاج جنتامايسين، سنتي واحد كان بنص جنيه، سنتي بنص جنيه، الأرنب وزنه كيلو ياخد سنتي بنص جنيه كان. شوف انت العلاج يعني مش بالغلو، هي كنت بجيب له ابر بنسلين وابر خلطه كده مجموعه مضادات حيويه، كان السنتي بيكلف 5 جنيه وكان بياخد 3 سنتي الارنب، وساعات ما يخفش. المهم يعني هي مش بالرخص، هي بالتجربه باللي بيجيب نتيجه. فالديكال مش قصه ان هو رخيص معناها وحش، لا، انت طالما هو نقص كالسيوم الديكال ده يجيب معاك نتيجه، بس هي طول شويه. عاوز تجيب حاجه تاني بطري اسمها ديكال فوس، ديكال فوس ده بطري، ديكال فوس ده بطري بيتدوب في ميه ملح، بيتدوب في ميه، هو عباره عن كالسيوم وفوسفور، كالسيوم وفيتامين ب وفيتامين د، بس زياده على البطري، زياده عن البشري ان فيه فوسفور، عباره عن كالسيوم وفوسفور مع بعض. فما فيش مشكله، هات وخد لها معلقة. أنا مش عارف بس عمرها، قلت عمرهم أسبوعين يعني، قلت وصلوا شهر دلوقت. يعني معلقة صغيرة أكل، معلقة شاي ولا إيه، معلقة شاي مليانة تدوبها في شوط مية وتشربها لها كل يوم، إن شاء الله هتخف معاك وتبقى تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا غالي، لو هربي أغنام نواتي مجزية ولا زي قلتها مع العلم متوفر مرعى، وإيه الفايدة من توحيد الشبق؟ يا أخ محمد فتحي ارجع للقناة، فيديو أيهما أفضل، تسمين الأغنام أم الأمهات للإنتاج، تربية الأمهات للإنتاج، هتعرف بالتفصيل عن الأفضل. وفي تاني فيديو تاني الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأمهات، لبداية مشروع الأمهات لإنتاج المواليد. أما أي فائدة توحيد الشبق، إن أنت بتوحد معاملة النعاك بالكامل، يعني النعاك كلها بتكون عشر بتظبط العلفة، النعاج كلها رواخي خلاص على اولادها بتزود العلفة، النعاج ولدت كلها بتفضل مستمرة على زيادة العلفة، الأغنام دخلت في طور المفاطيم بتبدأ تخفض العلفة، فطمت خلاص. المواليد بتفطمها بالكامل مع بعضيها، بتطلع انتاج موحد متجانس مع بعضيه كله. لو سمحت يا باشمهندس، عندي خروف طلوع ممكن يستمر مع الغنائم على طول ولا اعزله عشان عشر الغنم من الاسبوع؟ لو الغنم عشرت متأكد ان كلها مسكت عشار والخروف ما بينطحش هادي، ما فيش اي مشكلة، خلاص سيبه معاهم عادي. الكبش مع الغنم، ناس كتيرة غنامة الكبش مع الغنم على طول، عشار فاضية هو معاها على طول. اما لو الخروف غشيم في النطح، غشيم وهو بياكل بينطح اللي حواليه، لا يستحسن انك تعزله عشان ما يكسر لكش حاجة او يسقطها. مرحب بحضرتك، مرحب بيك يا اخ المودة.
تغيير الطلوقة كل سنتين هل له إيجابيات؟ لأن كبار السن يقولون أن التغيير له دور في تغيير دم القطيع، لأن الفحل إذا قرع بناته يصبح الإنتاج صغير الحجم وكثير الأمراض. الكلام ده صحيح إمتى؟ فعلا تظهر الأمراض، وده بيبان حتى عند البشر من زواج الأقارب. زواج الأقارب، بس الكلام ده صحيح إمتى؟ ما هو لازم ليه شرط، لشرط إن لما يكون بالنسبة للبشر، لما يكون في مرض وراثي في العيلة، مرض وراثي في العيلة، يعني مثلا في عيلة معروفة فيها مرض وراثي، بيجي واحد عقله خفيف، بيجي واحد معاق، بيجي واحد معاق، ده تلاحظ لو واحد اتجوز بنت عمه بنسبة 50% او بنسبة اكتر من 50، ممكن نسبة 70% 80% ان يطلع واحد من عياله معاق. كذلك الاغنام دي في الوراثة، لو الاغنام فيها امراض وراثية، فيها امراض وراثية، طبعا يفضل ان الكبش ما يكونش من القطيع نفسه، تجيب كبش من برا من السوق جديد، ما تطلعش كبش من القطيع. لو الاغنام عندك فيها مرض وراثي يبقى ما تستخدمش نهائي الكبش من القطيع بتاعك، لازم كل الكبش حبيت تغيره تجيب كبش من بره، برضه تشتري كبش من السوق، كبش غريب عن القطيع، لانه لو زي ما انت قلت عشر او نط على بناته فعلا، يبقى لو في مرض وراثي في القطيع هيظهر بنسبه 70-80% هيظهر في الخلفه بتاعته. طيب لو مميزات القطيع ما فيهوش امراض وراثيه، بالعكس القطيع مميزاته ممتازة، معدل تحويل ممتاز، توأمية ممتازة، كل حاجة ممتازة، صح، مناعة ممتازة، يبقى ايه المانع ان انا ندخل كبش من وسط القطيع؟ عادي مفيش منها اي مشكلة ان شاء الله، بالعكس هضمن ان الصفة الوراثية الجديدة هتطلع بنسبة 60-70% في المواليد بتاعته، غير لما نجيب كبش غريب نلاقي نسبة ظهور المميزات الكويسة هتقل، وكذلك نسبة ظهور المميزات الوحشة هتقل. فانت على حسب حالة القطيع بتاعك، مواصفاته حلوة، مفيش امراض، مناعة كويسة، خلي الفحل بتاعك من وسط الغنم. لا الغنم بتاعتك فيها امراض وراثية، فيها مشاكل، لا يبقى الافضل تغير الكبش تجيبه من بره. فهمت من اجابتك عدة نقاط، من بينها ان الخروف وزن 50 كيلو لما يدبح يصفي لحم بدون كبدة، بدون الفؤاد، هو الكبدة، الفؤاد اللي هو القلب، ماشي، تمام، بدون الكبدة والفؤاد، تمام، 25 كيلو، ودي معلومة تعاون كتير بالنسبة للسوق الذي يتم فيه البيع والشراء بالعين. أما النقطة الثانية إن خالة مكمل بروتيني إذا كان سعرها قريب من من الشعير، مع وجود الصويا يمكن الاستغناء عنها. جزاك الله، تمام يا أخ سعود، إن شاء الله كده وصلتك المعلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شربة الديانة هل يسحب الماء من أجلها قبل وبعد بثلاث ساعات لأنه أفضل أم لا؟ لو هتتقيد بالجرعة المظبوطة بيبقى الغنم صايمة، يعني بمعنى بتتعشى عشاء خفيف وبتيجي بتتأخر عن ميعاد الفطار، مثلا انت بتعشي المغرب وبتفطر مثلا الساعة 8 الصبح، يبقى العشاء الكمية اللي بحطها بخفض الكمية شوية، بحيث الغنم تيجي في ميعاد الفطار صايمة اكتر من الايام العاديه، وفي نفس الوقت بتاخر عن ميعاد الفطار ممكن ساعه ساعتين، يعني بدل 8 بخليها مثلا 9-10، واجرع الغنم. طبعا بيكون متشال من قدامهم الاكل والميه عشان تبقى على معده خاليه، على معده فاضيه، الدواء يشتغل، التركيز بتاعه يبقى مظبوط. بعد الشربه بساعه كفايه خالص، ساعه بتتم تفتح الاكل والميه من جديد، ساعه بتبقى تمام. طبعا لو اديت جرعت بجرعه زياده، يعني هو ممكن يقبل جرعة زيادة، لو جرعت جرعة زيادة ما ينفعش، اوعى تحصل، دي حصلت معايا شخصيا، كنت عجلين جرعتهم جرعة زيادة، اللي حصل معايا كالتالي، العجلين كانوا اشقية صعب امسكهم، وكنت الدواء اللي جايبه المفروض ان العجل هياخد 150 ملي، هياخد 150 سنتي، ف 150 سنتي صعب، مش زي السرنجة هتزقها كده بسرعة، ده السرنجة الكبيرة بتشيل 50 سنتي أو 60، فعاوز 3 منها، والعجل كان مسكته صعبة، فأنا كنت معطشهم من بالليل وشارب قدامهم الأكل ومستني العجل يشرب الشربة في المية، حطيتها له على المية، حطيت، بس أنا كنت حطيت له قد إيه؟
بدل 150 كنت حطيت له ربع كيلو 250 ملي، حطيتهم له في الميه ومستنيه يشرب، مرضيش يشرب العجل. واحد شرب على طول كلها شربها، والتاني مش عاوز يشربها لان هي ليها ريحه نفاذه، فما كانش عاوز يشرب. انا خففتها له بميه بلترين ميه كده وشربها الاول، التاني ابدا ما يشرب. فالاتنين مربوطين جنب بعض، ما رضيتش احط الميه. قعد لما عطشته اكتر، المكان كان واحد، قعد حوالي 3 ساعات كمان على ما عطش وراح شرب الشربه. الاولاني ايه اللي حصل له؟ الاولاني حصل له دمار في الكرش، بس الحمد لله يعني جيت لقيته متبول دم صافي، كانت الارض سيراميك تحديد، الدكان كان سيراميك، السيراميك بدل ما هو ابيض اصبح احمر. انا قلت خلاص هيموت، ونزل كتل لحميه كده، كتل دم او كتل من الكرشه او ايه مش عارف في البراز بتاعه. بس الحمد لله بعد كده العجل حول. المهم الخلاصه، التجربه استفدت، التاني ما حصلوش اي حاجه، لان بمجرد ما التاني شرب نص ساعه وراح حاطط لهم الاكل والميه، فده ما حصلوش، وشرب نفس الجرعه، بس اللي طولت على معده خاليه دمرت له الكرش، تعبت الكرش شويه، والتاني ما حصلوش اي حاجه، نظف الديدان ونظفت الكرش بس. لكن ده حصل له دم في البول، وحصل له ايه؟ لان الشربه ما تخففتش بسرعه. الخلاصه يعني بالتجربه دي، تجربه عمليه معايا انا، ان لو بتدي بجرعه زياده، انا كنت بدي جرعه زياده، لو انت عاوز تدي جرعه زياده ما تطولش التركيز، ما تخلوش يطول الدواء، ما يطولش وهو مركز في الكرش عشان ما يعملش مضاضات. الحمد لله ما ماتش، بالعكس العجل الله اكبر بعد كده حول تحويل فول ممتاز، بس خوفني في اليوم ده، قلت العجل هيموت، صير دم، دم صافي، وكان بينزل كتل دم في الفضلات بتاعته. شكرا اخ عبد الرحمن، الله يبارك فيك يا اخ تشار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنت سالت حضرتك عن نعجه جسمها خسس ورفعت بطنها، وجدت حاجه صلبه وبتاكل كويس جدا وهي والده، هل اوديها تعشر تاني ولا ايه العمل؟ انا وزنت ولادها واحد 6.5 والتاني 6 كيلو 300 جرام، هل هذا الوزن كويس ولا ايه؟ هو عمرهم شهر و10 ايام. يا اخ مصطفى، انت ازاي عمرهم شهر و10 ايام عاوز توديها تعشر؟ ازاي عاوز توديها تعشر وهو عمرهم شهر و10 ايام؟ انت عاوز تفطمهم على كده؟ طالما فطمتهم على كده الخلفه دي هتتدمر، زائد ان هي اصلا وزنهم ضعيف جدا، شهر و10 ايام وزنهم 6 كيلو ونص، يعني عندهم 40 يوم و6 كيلو ونص، ضعيف جدا جدا جدا، المفروض يبقى وزنهم 10 كيلو، يعني بلاش هنقول 10 كيلو، مش هنقول 10 كيلو بلاش، عشان هم توأم، عشان هم توأم، المفروض على الاقل يكون الواحد وزنه 8 كيلو 8 ونص، المفروض الواحد وزنه 8 8 ونص. لا انت معلش عفوا، انت بتقول لي عمره شهر و10 ايام، شهر و10 ايام، لا ده المفروض يبقى وزن الواحد على الاقل 9 كيلو، يعني في خلال الشهر و10 ايام دول المفروض يكون زاد 6 كيلو، 6 كيلو هو بينزل ما يقلش عن 2 كيلو ونص، التوأم يعني 2 كيلو ونص 3 كيلو الواحد، ما يقلش عن كده، يعني الاثنين 6 كيلو 5.5، ده المفروض كده وزنهم، فهو يعني على الاقل زادوا في ال 40 يوم 6 كيلو 6 وزنهم اللي هم نازلين بيه، خليه 2 كيلو ونص يبقى 8 كيلو ونص، ده اقل واجب يعني 8 كيلو ونص 9 كيلو. المهم يعني هم تقول بداوا ياكلوا، وعملت لهم علفه 2 كيلو عيش و2 كيلو فول كسر و2 كيلو رده، تمام ان شاء الله زود لهم الكسر الفول شويه، وما بياكلوش ياما، زود لهم كسر الفول شويه، لو هتحط لهم حتى 2 كيلو كمان او كيلو كمان يعني كسر فول، عشان وطبعا كل ده يبقى مطحون ناعم يعني زي السكر كده، ما يكونش خشن، عشان دول ما بياكلوش الخشن، بيكونوا نوع زي الرده كده، حجمهم زي الرده، فعشان يحسوا فيها كويس. اما انك تودي النعجه تعشر، ان انت من كلامك ان انت هتوديها عند الغنام تعشر وتسيب عيالها، لا طبعا لسه بدري، على الاقل على الاقل شهر كمان، على الاقل شهر كمان كده عيالها هيموتوا، لو انت وديتها دلوقتي تعشر مش هيطلعوا متاسسين خالص، زائد ان هم ضعاف اصلا. المهم فانت اصبر شهر على الاقل كمان. ومن ناحيه الام اكلتها حلوه وصحتها تمام، بس فيها الحصو في كرشها، قلت لك انا مفيش منه اي مشكله ان شاء الله، هو الخوف ان جزء بس يخش في المعده في الامعاء يسدها، بس ان شاء الله ما يحصلش حاجه باذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت كنت عاوز اعرف اسم علف جازة وهل العلف الجاز محتاج اي اضافات؟ اول حاجة العلف الجاز مش محتاج اي اضافات عليه كل حاجة، ولكن انا للأسف ما بستخدمش اي علف جاهز عشان اقول لك اسمه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت نسبة البروتين في الدريس البرسيم البلدي ونسبة البروتين في عرش الفول. الدريس البرسيم البلدي يعني ممكن تحسبها حوالي 12% لو هو بالورق بتاعه مكتمل، الورق مش عيدان بس، في الورق بتاعه يعني الدريس برسيم وجففته حلو، ما خلتوش بقى ابيض، حافظ على اللون بتاعه اخضر، وفي نفس الوقت نسبة الرطوبة ما فيهوش 3-4% 5% بالكتير يعني. نسبة رطوبة، نسبة رطوبة 3-4% 5 دي ما تحسهاش طبعا، يعني مش تقول ان هو مرطب شوية في رطوبة، لا، لو فيش، لو انت حاسس بالرطوبة ده ممكن يكون فيه 30% رطوبة، مع نسبة رطوبة يعني في حدود 12% بروتين. وعرش الفول السوداني، عرش الفول السوداني مادة ملقة. سمعت نسبة البروتين عرش السوداني 11%، لا طبعا كلام ما فيش منه. اذا جاب 5% يبقى ممتاز، ولا 6% عرش السوداني انا ما حللتوش، بس انا عارف ان هو مادة ملقة مش مصدر بروتين، حاجة نبات وطلع ثمار صعب تلاقي فيه نسبة، يعني عرش السوداني وطلع ثمار اللي السوداني، منين هتيجي نسبة البروتين 11%؟ البرسيم البلدي انا قلت لك اهو 12% ادريس، لو البرسيم اللي هو تبن ربايه تبن الرب، لو خليت البرسيم لغايه ما يطلع التقاوي بتاعته التبن ما بيزيدش 5-6%، ليه؟ لانك الفايده بتاعته راحت في الحبه في التقاوي بتاعته. بارك الله فيك وعبد الرحمن الله يبارك فيك. هل اضافه كسب الصويا الى العلف المركز تؤدي الى ظهور مذاق ورائحه سيئين للحم؟ لا طبعا نهائي، بالعكس المذاق ان شاء الله 100% وعن تجربه. ممكن تورينا صورتين في نفس الوقت للزهر المقوص الغير مرغوب والزهر المستقيم حتى نميزها بشكل افضل؟ والله ان شاء الله لو نزلت السوق هنصور لك اي حاجه من اللي هو ظهره مقوص ده، ونصور لك اللي ظهره مستقيم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي نعجتين اشار ممكن في الشهر الثالث، عندي مضاد حيوي اموكسيسيلين اند بوتاسيوم، انا مش عارف النوع التاني ده ايه، اموكسيسيلين انا عارفه ماشي، انا 1.2 جرام، هل اعطي مضاد حيوي بشري وكم مره للحفاظ على صحتها وصحه المولود وكذلك؟ لا، بالنسبه للجزء الاول انا النعجه ما بتاخدش اي مضاد حيوي الا للضروره، العشار ما تاخدش اي ابره الا للضروره. ابره ممكن تكون بتدي انت خايف على النعجه ومهتم بيها زياده عن اللزوم، تروح تديها ابره مضاد حيوي، ولا تديها ابر مقويات تديها الابره غلط تجيب لها شلل، يعني ابره مقويات مش هقول لك مضادات حيويه، انت عاوز تدي ابره مقويات تروح تديها ابره تبص تلاقي الابره تيجي في العصب ولا تيجي في العظم تعمل لها شلل تعمل لها عرق، يبقى هي مش ناقصه. فانت في الحاله دي انت يعني ما كنتش محتاجها، انما ممكن تعمل ايه، تهتم بالتغذيه بتاعتها، تهتم بالاضافات، الفيتامينات والاملاح والكالسيوم والفسفور تحطها على العلفه بتاعتها، تحطها في الميه تشرب، انما ابعد عن الحقن بكل الطرق، حاول تتجنب الحقن، انا بحاول اتجنب الحقن بكل الطرق، سواء في التسمين سواء في الامهات سواء في المواليد، في كله قدر المستطاع، عشان الحقن ده للضروره فقط لا غير. فنصيحه ما تحقنش الام اي حاجه طالما صحتها حلوه ونشاطها حلو، اهتم بعلفتها والاضافات على العلفه، الكالسيوم والفسفور مهمين للعشر الكبير. كذلك احب اسال ايهما الافضل، الشعير او القمح؟ مع العلم ان غطار الشعير 145 دينار والقمح 150 دينار، طبعا القمح افضل، هما السعر عندك قريبين من بعض، فرق 5 دينار في الجنطار بسيط، فالقمح هو افضل من ناحيه نسبه البروتين، القمح افضل، ولكن انت ممكن تنوع وتشكل جنطار قمح على جنطار شعير ممتاز 100%، يبقى انت كده مسكت الفايق العصايه من النص وخدت الفايده من هنا ومن هنا. كذلك عندي نعجه متومه احدهم ليس له القدره على القيام على قدميه والاخر عنده صعوبه في المشي، فما هو السبب والعلاج وايهما افضل، الشعير المدشوش او الحب؟ متاسفين على طلب. الشعير المدشوش ولا الحب؟ طالما ما بتاكلش علف مفتوح، او بمعنى صح طالما الفضلات نازله مهضومه كامله، الشعير حب نازل مهضوم كامل، يبقى خليك في شعير حب مفيش اي مشكله. لو في عندك مشاكل في الهضم في الغنم يبقى تدش الشعير افضل.
طيب بالنسبة لعندك الناعج المتاومة، واحد مش قادر يقف والتاني عنده صعوبة في المشي. ارجع للفيديو العرج، في فيديو على القناة اسمه العرج في مواليد الأغنام، الماعز والأغنام، وشوف شكل الفيديو الجدي كان عامل ازاي. بعديها ما فيش يعني، تاني يوم او تالت يوم نزلت فيديو تاني، تالت يوم او رابع يوم للجدي، وشوف اتفرج على صورة الفيديو الجدي تحول غير ازاي من ما كانش عارف يمشي خالص، لانه ما شاء الله بعد كده بقى بيجري وما شاء الله كبر ما شاء الله عليه بقى مية مية. المهم العلاج بيكون رقم واحد انك اللي ما بيعرفش يمشي او اللي بيمشي بصعوبة ده لازم تمشيله على ايدك وتتأكد مليون المية ان هو رضع المرتين او التلات مرات في اليوم، ضروري تشيله وترضعه، لان لبن السرسوب لبن المسمار ده اهم حاجة. البيه اللي هو بالليب يعني، ده ضروري عشان يقوي عظمه ويرفع مناعة المواليد، فلازم تمسكه على ايدك لان هو مش هيعرف يمشي على رجله ويرضع من امه. لازم تمسك الام وتمسك الاثنين اللي هم مش عارفين يمشوا كويس وتتاكد ان هم رضعوا خلال يومين بدون اي علاجات، ممكن بدون اي علاجات خلال يومين هتلاقيه واقف وشد حلو كويس. ولو في شويه شمس، احنا في الشتاء بالذات دلوقتي، شويه شمس كده الساعه 10 11 تقعدوا لهم ساعه في الشمس تقوي عظمه اكتر واكتر. فهو ما عليك غير انك تمسكه وترضعه فقط لا غير، ترضع الاثنين حلو ان شاء الله خلال يومين ثلاثه هتلاقي رجله اتعدلت ومشى مظبوط. حابب تسرع ممكن تديله ديكال 12 بشري، دواء بشري شرب اللي هو ضد الكساح ضد الاطفال، دواء لعلاج الكساح عند الاطفال، دواء بشري عباره عن كالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب. ممكن تديله 5 سم شرب في البق كل يوم يساعد معاه يقوي عظمه بسرعه ويعرف يقف على رجليه كويس، وممكن من غير ما تستخدم الدواء ده خالص على فكرة يمشي معاك كويس ان شاء الله. ممكن تذكر نسبة تحويل الجديان حضرتك ما ذكرتهاش؟ طبعا الجديان انواع كتير، ولكن احنا بنقوله مثلا على متوسط كده البرقي، البرقي من 5-6 كيلو في الشهر ان شاء الله بالنسبة للبرقي، ويعتبر الشامي زي البرقي قريب في معدل التحويل. اما في انواع تانية زي القبرصي زي الحجازي لا بيدي معدلات تحويل ممكن زي الغنم، وممكن تزيد كمان ممكن 7 كيلو في الشهر عادي ما فيش اي مشكله، 7-8 كيلو في الشهر، بس طبعا ده كله راجع للجوده والرعايه المظبوطه طبعا. بس الجديان البلدي ممكن ما تلاقيش 5 كيلو في الشهر، ممكن تلاقي 4 كيلو 3 كيلو الجديان البلدي. مرحبا اخ الكريم، لو سمحت ممكن سؤال؟ عندي مشكله في غنم عمر 7 شهور، النمو ضعيف جدا ولم يظهر عليها سمن وتغذيه تمام، وتم حقن ليفوماك اجنبي 3 مرات لها ولم يظهر تحسن وتتراجع في الوزن علما انها كانت بصحه جيده في عمر 4 شهور. شكرا يا اخ محمد. ممكن تكون الايفوماك اللي انت حقنته هو السبب، ممكن تكون زودت الجرعه، الايفوماك زياده الجرعه بتاعته بيسبب وقف النمو، بيسبب وقف النمو. لو انت حقنت الايفوماك بيتحقن مره وبيتعاد بعد 20 يوم وبس على كده لنهاية الدورة خلاص لغاية ما تطلعه خلاص على كده، يعني بعد كده حبيت الغنم مطولة عندك بعديها بعد الجرعة التانية بخمس شهور ست شهور اربع شهور ممكن تعيد مرة كمان لو انت حاسس معدل التحويل مش مظبوط. انما تديت ثلاث مرات على اساس ثلاث مرات وانت مدي ايفوماك اجنبي، ايفوماك كويس يعني ان شاء الله، ومعرفش الفترة ما بينهم قد ايه والجرعة قد ايه، فانت ممكن تكون اديت جرعة زيادة من الايفوماك. لو اللي حصل لك بعد حقن الايفوماك، انت قلت لي كان عمره 4 شهور تحويله ممتاز، لو اللي حصل لك بعد حقن الايفوماك يبقى الايفوماك هو السبب، انت زودت الجرعه. وانا مش عارف طبعا انت بتعرف ايه، انت بتقول التغذيه تمام والكميه تمام وكل والغنم كانت تمام وهي عمره 4 شهور، فممكن يكون اللي حصل لك ده بسبب الايفوماك. شوف لو عندك اي تعليق تاني اذكره لي في الفيديو اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي 20 راس غنم متوسط وزنهم 30 كيلو، فيهم النص فيهم خراريج، هل يستدعى الامر علاج؟ لا، نصهم خراريج يعني 10 اغنام فيهم خراريج، لا يا اخ كشكاش لازم احتحن الغنم
اوكسي تترا سيكلين، طول المفعول اوكسي، اوكسي تترا سيكلين 20% اللي هو طويل المفعول يعني. طويل المفعول لازم تحقن الغنم كلها كده، لان في حاجة عندك مش مظبوطة، ظهرت الخراريج بكمية كبيرة. الاوكسي ده يعتبر مضاد حيوي ممتاز للخراريج، فاحنا لو هي غنم لو 20 راس في واحد ولا اتنين فيهم خراريج بنقوله مش مستدعي الامر، يعني انت بتقول له نصهم يعني عندك 10 فيهم خراريج، تحقن الغنم كلها، تحقن الغنم كلها اوكسي تترا سيكلين 20% هو طويل المفعول، 1 سم لكل 10 كيلو، 1 سم لكل 10 كيلو، يعني الغنم متوسط 3 يعني كل واحد ياخد 3 سم ل 4 سم كمان، من 3 ل 4 سم لكل واحد عضل طبعا. وممكن تعيدها بعد يومين، تعيدها مره كمان بعد يومين، بعد يومين تعيدها مره كمان للقطيع ككل كده، الخارج عندك ظهر بكميه كبيره، لو واحد ولا اتنين مفيش منهم اي مشكله. عندي نعجة فيها سيلان في الأنف وزنها حوالي 30 كيلو، استعملت معها 3 وصفات من أطباء بيطريين ولا نتيجة، ونعجة على وشك الولادة، مؤخرا وجدت فلور في الكورة عند بيطري، هل أحقن الآن أم بعد الولادة؟ طالما على وش ولادة يفضل تسيبها بعد ما تولد، طالما على وش ولادة، على وش ولادة يعني قدامها أسبوع أسبوعين ثلاثة ثلاث أسابيع، سيبها هي تولد أحسن الأول، وبعد الولادة يتم طالما صحتها تمام ونشاطها تمام وكل حاجة تمام، مفيش غير السيلان بس. أول حاجة السيلان ممكن يكون سببه ديدان نغف، بتتعالج ازاي ديدان النغف؟ بالايفوماك السوبر، بتحقن ايفوماك، بتحقن الايفوماك، وطبعا يفضل ان هي على وش ولادة وانها تحقنها بعد الولادة باسبوعين، تشد حيلها من الولادة كده وحقنها الايفوماك. طيب ما جابش نتيجة الايفوماك بعد اسبوعين او اسبوع على الاقل من حقن الايفوماك ما جابش نتيجة، هنا بتدخل بالفلورفينيكول، وممكن تبدأ بالفلورفينيكول بعد الولادة باسبوع. تطلع من الولادة بعد الولادة باسبوع تديها فلور فينيكول، او ممكن تعيدها بعد يومين، فلور فينيكول 1 سم لكل 10 كيلو تحت الجلد، وممكن تدي 1 سم لكل 15 كيلو عضل، ويتعاد بعد يومين، يتعاد بعد يومين، بس انا بفضل الفلور فينيكول تحت الجلد عشان الإبرة حراقة شوية تقيلة، عشان لو جيت جنب عصب ولا حاجة ممكن تشيله وتعمل مشكلة. طيب يبقى كده ممكن تبدا بالفلورفينيكول بعد الولاده باسبوع، وبعد كده اسبوع وتعيده بعد يومين، وتعيدها بعد يومين بتسيب اسبوع ما راحتش السيلان، يبقى تدي ايفوماك ممكن تكون ديدان نغف. عندي اخر سؤال، بلد خرطان اللي هي شوفان محصوط قبل اخراجه للحبوب، هل في نسبه بروتين جيده ام مثله مثل تبن القمح وتبن الشعير؟ لا هو طالما ما طلعتش ثمار المفروض يعني يكون في نسبة بروتين أحسن من تبن القمح وتبن الشعير اللي هو بعد إخراج الحبوب، بعد إخراج حبوب القمح والشعير بتكون راحت الفايدة للحبوب. أما الشوفان ما راحتش، ما طلعش الحبوب بتاعته في طور خلاص هيبدأ يطلع السبلة بتاعته السنابل، يبقى إن شاء الله يكون في فايدة أفضل من تبن القمح وتبن الشعير. ما هي الأمراض الفيروسية في مصر وأيضا مواعيد التحصينات لهذه الأمراض؟ للأسف والله يا أخ باهي أنا بحصنش، اسأل أقرب دكتور بطري عندك هيقول لك إجابة عليك بالتفصيل ومواعيدها وأنواعها وكل حاجة. شكرا أخي الكريم على الجواب، الله يبارك فيك يا أخ منير. بالنسبة أوزانهم ما بين 60 إلى 70 كيلو جرام من نعجة والدة جديد يعني شهر شهرين، السؤال كان عن تغذية، شكرا أخي أخوك من العراق، أهلا وسهلا بك يا أخ منير. النعاج ما شاء الله الله أكبر ربنا يبارك فيهم، أوزان تقيلة، أوزان تقيلة ما شاء الله. الأوزان ما شاء الله عندك تقيلة، ووالدين من شهر لشهرين يعني خلاص، في واحدة فضل الله ممكن شهر وتفطم يعني، فما فيش مشكلة، دي اقل حاجه هتديها لها. انت كنت بتقول لي بعلف شعير، اقل حاجه المفروض يعني اقل شيء هتديها كيلو ونص شعير في اليوم، دي اقل شيء، اقل شيء كيلو ونص شعير في اليوم.
طبعا المفروض ان انت ماشي على كيلو ونص شعير ده كحد ادنى من اللي هو من رابع شهر في الحمل، يعني او بداية الشهر الرابع، يبقى الرابع والخامس في الحمل والاول والتاني في الولادة، اربع شهور دول المفروض ان انت تكون بتديها على الاقل كيلو ونص شعير في اليوم، كل واحدة كل واحدة كيلو ونص شعير، او مش عارف انا كل واحدة هم نعاج يعني كتير، المهم للواحدة يعني من كيلو ونص كيلو ونص شعير للنعجة في اليوم المفروض. بعد ما حطيت البرمكس والخميرة الغنم بقى في عطس والغنم غير مقبل على الاكل. يا اخ محمد البرمكس والخميرة ما بيأثرش، بتعرف انت بتحط 2 3 5 كيلو خميرة على و3 كيلو برمكس على الطن، يعني افرض انت حطيت 5 كيلو بدل 2 كيلو 3 كيلو و3 كيلو على الطن 3 كيلو برمكس ما بيظهرش الا اذا، لان ظهر قدامي في مره برمكس ريحته زي ريحه التوم بالظبط، ده ممكن تكون الغنم نفره من الريحه ريحه التوم، فانا ما بفضلش البرمكس، وفي برمكس وفي مضاد سموم ريحته زي ريحه التوم وسعره رخيص، انا مش عارف الشركات الشركات ياما طبعا، انا ما بفضلش اللي هو ريحته زي ريحه التوم ده خالص، كانه توم بودره، فيفضل الحاجه ما يكونش ليها ريحه. كوز بالصويا لما تيجي تشتريه برضك تشمه المفروض يكون ريحته زي ريحه السودان المتحمص، اقلها يكون ملوش ريحه، اما لو ليه ريحه مزفره زي السمك ما تشتريهوش لو ببلاش. فدي كذلك ممكن الاضافات اللي انت حطيتها تكون ليها ريحه، فالغنم نفره من الريحه، اما غير كده لو ملوش ريحه البريمكس اللي انت حطيته الخميره فيعرف ثق وتاكد مش هو السبب نهائي، في حاجه تاني عندك هي اللي عامله المشكله مش المشكله دي، الا اذا لو انت حط انت بتتكلم حطيت البريمكس انت ذكر بريمكس وخميره فقط ما حطيتش لو بريمكس والخميره ما يعملش اي مشكله طالما ما فهمش ريحه، المشكله عندك في حاجه تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اي نوع الغنم عندي رحماني وفيهم كام واحد اسيم؟ انا نوع الغنم عندي رحماني فيهم كام واحد اسيم، ماشي الاوزان تلاتينات ومنهم شويه صغار 27، انا اول ما جبتهم حصنت تحصين عشاري، مش عارف ولا تحصين عشاري ده ايه، انا اعرف التحصين اللي هو التماني التمن امراض ماشي، المهم ممكن في تحصين كده انا اقول لك ما بحصنش فمش مشكله، المهم تحصين عشاري، اديت لهم ايفوماك وشرب الديدان وكررتها بعد اسبوعين، المفروض تتكرر تاني بشكل دوري ولا كده خلاص؟ لا الايفوماك بيتاخد مره وبيتعاد بعد 20 يوم او اسبوعين يعني او 15 يوم او 20 يوم يعني بيتعاد وبس على كده، وبس على كده لنهاية الدورة، الدورة طويلة عندك يبقى ممكن بعد أربع شهور أو خمس شهور من الجرعة التانية، لو لاحظت الغنم معدل تحوله مش مظبوط ممكن تدي جرعة كمان، غالبا كده هم مش متأسسين مش مشكلة ديدان. لا والله انت لو عارف غنمك مش متأسسة طب هنا المشكلة الغنم بتاعتك مشكلة في الغنم، لكن المفروض بالنسبة للديدان مرة بتتعاد بعد 15 يوم او 20 يوم وبس على كده، وممكن تختار الحالة الفردية بعد الجرعة التانية، الجرعة الاولى الجرعة التانية للكل، اما حالات فردية ممكن تاخد جرعة تالتة بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع من الجرعة التانية، بس بتكون حالات فردية، ممكن يكون الدواء ما جابش معاه نتيجة او كان فيها ديدان بكميات كبيرة ولسه متبقي منها حاجة كده، بتستخدم حالة فردية فقط مش للكل. معدل التحويل عندي حوالي 7 في الشهر. طيب تمام يا اخ، ما انت نفس السؤال اللي بعدك، ما انت نفس الشخص. لاندسكيب يا اخ لاندسكيب، انت ذكرت قلت الغنم غالبا مش متأسسة وانا ما شاء الله ذاكر معدل التحويل عندي حوالي 7 في الشهر، يعني ان شاء الله الغنم معدل التحويلها حلو مش وحش. أنا لاحظت ظهور زغب أبيض على جلد الأغنام وكأنها فطريات أو بتتسبب في نحل الشعر وظهور الجلد وبيظهر في منطقة الرأس والأذن وحول القرون. هو واضح من كلامك ده كده بقى إن الغنم ضعيفة، وعموما الزغب الأبيض ده اللي بيظهر المفروض إنه بيكون بيجدد، بمعنى الخروف كان تعبان ضعيف ولقى تغذية فبيجدد، بتحصل في المعيز بالأخص يحصل الزغب الابيض ده بتجدد شعر، وده بالعكس اللي هو زي في الحمام كده يقول لك الحمام بيقلش
بيغير ريش او الفراخ يعني عموما فراخ ولا حمام، يقول لك بتقلش يعني بتغير ريش، بتنزل ريشه وبتجدد تطلع ريش تاني وبتعيد دوره البيض من جديد. فدي كذلك دي الغنم بيحصل لها كده، لما تكون ضعيفه وتجيها التغذيه كويسه بتلاقيها بتنزل الشعر بالزغب الابيض ده، بيطلع زغب ابيض وبتجدد الشعر بتاعها والصوف. فده المفروض بيبقى بيتحسن وبيطلع معدل تحويله ممتاز وبيطلع خروف ممتاز المفروض. اما لو الشعر بيقع عندك والجلد احمر زي ما هو بدون ما فيش اي شعر بيطلع تاني، لا يبقى هنا المشكله. هنا المشكله ممكن تكون جوبه، ممكن يكون عندك عندهم ضعف شديد، نقص في الاملاح شديد بسبب سقوط الشعر، ممكن يكون عندهم ديدان كبديه. بس انت ذكرت ان انت اديت ايفوماك، ان شاء الله كده نستبعد الديدان الكبديه. بص ممكن نشوف الاضافات بتاعتك، الفيتامينات والاملاح اتاكد منها كويس، البريميكس والاملاح، وممكن تحط قوالب ملح في الطوائل يلحسوا في قوالب لحس. اما زي ما قلت لك لو الزغب الابيض ومكان الشعر بيطلع بيطلع الشعر كثيف مكانه، فاطمن غنمك 100% ان شاء الله، وكانت مرحله ضعف وردت لها الصحه ان شاء الله، وهتبقى غنم ممتازه باذن الله. كده ان شاء الله سؤالك تم. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متى اعطى ايفوماك بعد الولاده؟ بكم يوم؟ يعني اسبوعين ولا حاجه تكون النعجه شدت حيلها من الولاده وصحتها تمام، اديها بعد الولاده على الاقل باسبوعين. نسبه البروتين في قشر فول الصويا تعتبر قشر فول الصويا لو قشر صافي اعتبره ماده مالها 3-4-5% بالكتير. اما لو بيتتوقف نسبه البروتين في قشر الصويا على نسبه كسر فول الصويا الموجوده فيه، كل ما زادت نسبه الكسر كل ما زادت نسبه البروتين. وهل يغني مكان النخاله؟ لو القشر الناعم بيكون فيه نسبه حت مقبوله ممكن توصل 9-10% نسبه البروتين فيه، ولكن طبعا الرده افضل منه. ولكن ممكن نحل قشر الصويا الناعم مكان النخاله في حاله النخاله سعرها ارتفع على الاقل 1000 جنيه للطن زياده عن، يعني مثلا قشر الصويا الناعم ب 3000 جنيه للطن والنخاله ب 4000، في الحاله دي او 4000 ونص ممكن نستخدم قشر الصويا وممكن نخلط ما بينهم. يعني اذا كنت بحط مثلا 10-15% ولا 20% على العلفه احط اقسمهم ما بين النخاله وقشر الصويا يظبطوا بعض الاثنين. لو حطيت 30 ذره زائد 30 نخاله و20 كوز بالصويا، 30 ذره و30 نخاله و20 كوز بالصويا و20 كيلو تبن برسيم بلدي، نسبة البروتين 16.5، ايه رأيك علفة رخيصة ولو حطيت تبن برسيم حجازي بدل تبن برسيم هيدينا 19% بروتين؟ مفيش مشكلة، بس انت حطيت المادة الملقة مع العلف، علفتك عبارة عن 30 ذرة و30 نخالة و20 كوز بصويا، انت ضفت معاها تبن تبن برسيم بلدي، برسيم دريس بلدي مفروم، مفيش مشكلة، دي تعتبر علفة كاملة مش علفة مركزة. يعني بدل ما تحط 3% في اليوم 3%، لا في الحالة دي هتحط 4%. انت لو انت عاوز تسمين سريع بدل ما تحط 3% في اليوم من وزن الخروف، لانك انت عامل علفة كاملة مركز مع مالئ. المالئ اللي هو البرسيم الحجازي او البلدي فيه نسبة بروتين كويسة، ولكن هو فيه نسبة الياف تعتبر من المواد المالئة وبيعدل من نسبة بروتين. فده ممكن تحط كحد ادنى 3.5%، 3.5% كحد ادنى عشان انت حاطط الماده المالئه ادريس، فممكن توفر 3% و1% الالياف ماده مالئه، يبقى ممكن 3.5 مع بعض الاثنين بما انك مستخدم الدريس. لو مستخدم تبن ابيض بتبقى في حدود 4-4.5% في الحدود دي كده. يعني انت كده بتدي وجبه كامله، فلازم تاخدها في عين الاعتبار، ما تاخدش السعر بتاعها على اساس انها علف مركز. كل الاحترام وتقدير لحضرتك على الاجابات الدقيقه والرائعه، الله يبارك فيك يا اخ عمر. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا باشمهندس اعرف ازاي ان المعزه الناعجه عشر، ممكن تعمل فيديو لو حتى نظري لطريقه خصي الجديان؟ خصي الجديان فيه ثلاث طرق، طريقه بالاستيك حلقات مطاطيه كده بتدخلها في الخصيه وتتعلق من فوق تمنع وصول الدم للخصيه، فبالتالي الخصيه بتضمر وتموت، دي طريقه. وفي الطريقه الثانيه صعق بالكهرباء، صعق بالكهرباء بيصعق الخصيه
بتروح الاعصاب اللي يعني ما بتوصلهاش اشارات عصبيه، بعد كده خلاص بتموت الخصيه برضك. ما بتموتش، هي بتفضل حيه بس ما بيلقحش يعني، ما بتظهرش لريحه. والطريقه الثالثه اللي هي بالقطع، بالقطع اللي هي الطريقه القديمه المعروفه، قطع الخصيه. وما انصحش بها اي حد الا اذا كان عنده خبره، لان ممكن الجدي يموت منك لو ما فيش اي خبره. ودي الطرق نظري. والحاله البطاطية المفروض تلاقيها في بيطريات، يعني مش كل البيطريات هتلاقيها فيها، هتلاقيها عند بعض محلات، عند بعض العيادات البيطريه، وهي اسهلهم، اللي هي الخاصي بالاستيك بالحلقات المطاطيه. ازاي اعرف المعزه او النعجه عشر؟ بالنسبه للمعزه لو نط عليها الجدي، لان ليتها الحياه بتاعها مكشوف غير النعجه. لو المعزه صرفت ومعروفه لما بتصرف بتبقى عامله ازاي، بتنزل افرازات شفافه والحياه بيكون احمر منفوخ، دي بتبقى عاوزه الجدي. اذا نط عليها الجدي قدامك وضربها الجدي وبعد مر عليها شهر، طبعا بتبقى من ورا متوسخة، الشعر بيبقى ماسك فيه الافرازات ولزجة وبتاع، وبتلم وسخة بيبقى باينة، بتاخد شهر بتنضف، الشعر بينضف خلاص. لو خلال شهر شهر ونص ما صرفتش تاني، فضلت نظيفة من ورا، ان شاء الله نسبة 70-80% مسكت عشر. كذلك النعجة، بس المشكلة في النعجة ان انت مش شايف الحياة من ورا عامل ايه، ما بتسيبش اثار لما بتصرف وما بتشوفهاش، الا انك تكون متابع الغنم على طول وشفت الكبش ضربها وما وقفتش تاني للكبش، في حالة ان الكبش عندك وما وقفتش تاني للكبش خالص خلال شهر ونص، نسبة كبيرة ان شاء الله تكون مسكت عشر. والنقطة التانية بالنسبة للمعز والاغنام برضك، شهية بتتفتح، بتزيد في الشهية اللي هو العشر اول شهر، بتلاحظ تغير مفاجئ على المعزة او على النعجة، تغير مفاجئ في الشهية، بتاكل وصحتها بتتحسن. دي من ضمن ملاحظات اللي هو العشر الجديد. جزاك الله خيرا يا باشمهندس، الله يبارك فيك، ربنا ينفع بيك. اذا بصري، ما هو علاج الجوب؟ الجوب عشان تبقى عارف، في جرب وفي جوب. لو انت تقصد الجوب، الجوب مرض فطري بيصيب الجلد بسبب سقوط الشعر، بس ما بيعملش قشور بيضة، الجلد بيكون احمر نظيف. الجرب عبارة عن حشرة بتصيب، مش مرض فطري، مش فطريات، لا، ده حشرة بتتغذى على الجلد بتسبب سقوط الشعر وظهور قشور بيضاء على الجلد. علاج الجرب بالايفوماك السوبر، وتحك القشور البيضاء دي وتدينها مرهم كبريت او زيت عربيات محروق، زيت سيارات محروق، زيت الاسود، عشان تقضي على الحشره وتحقن ايفوماك سوبر. علاج الجوب، لا، علاج الجوب بيستخدم مرهم الكبريت، دهان موضعي في المكان اللي اتشال منه الشعر وحواليه كمان، مش المكان بس، وحوالين المكان اللي فيه الشعر كمان، دهان موضعي فقط لا غير. ممكن تستخدم الزيت المحروق، ممكن تستخدم الزيت المحروق، ممكن تستخدم مرهم الكبريت، مرهم الكبريت فدي كلها، او تستخدم مرهم بشري، ولا عاوز مرهم للفطريات، مرهم مضاد للفطريات من اي صيدليه بشري برضك، وتدهن بيه لو الاماكن صغيره. ده الفرق، بس عشان في ناس عندنا في مصر هنا معروف يقول لك، في ناس بتقول جوب على الجرب وفي ناس تقول جرب، فهو الجوب غير الجرب، فانا وضحت لك الاثنين. المكان المخصص البام عندي مكان داخلي لا يرى الشمس، هل من حل بديل لضوء الشمس؟ وسمعت عن لمبه بالاشعه الحمراء بتتحط للفراخ، هل تصلح للاغنام؟ وهل في دواء لعلاج نقص فيتامين د؟ من ناحيه الشمس، احنا طبعا الغنم بتفضل الشمس ضروري، مش زي الفراخ. الفراخ طبعا بيعلقوا لها لمض ويعلقوا لها بتاع، بتجيب فيتامين د، بس الشمس ليها فوائد كتير غير دوره الفراخ. 40 يوم ولا 30 يوم 50 يوم بتطلع، انت الغنم قاعده معاك شهور. ولكن اذا حصلت لمبات بتدي اشعه فوق بنفسجيه اللي هي كويسه، بتمد الجسم بفيتامين د، مفيش مشكله. فيتامين د موجود طبعا للإضافات على العلف، ألف دال تلاتة هاء، في اللي هو ديكال 12 عبارة عن كالسيوم وفيتامين دال وفيتامين بي 12. فيتامين دال موجود يعني كتير، البريميكس هتلاقي فيه فيتامين ألف ودال تلاتة وهاء ومجموعة تانية من الفيتامينات ومجموعة من الأملاح، فكله موجود. الإضافات، تهتم بالإضافات،
تهتم بالاضافات في الاعلاف، هتلاقي فيها كلها فيها فيتامين د. اما بالنسبه لو جبت اللمبه اللي بتتحط للفراخ فما فيش مشكله، اقل احسن من ما فيش يعني. الايفماك السوبر يحقن للماعز والاغنام من سن كام؟ على الاقل 4 شهور، على الاقل 4 شهور، مش اقل من 4 شهور، 3 شهور ولا حاجه، ممكن تدي شربه بس. بعد كام شهر بتدي الجرعه، بتتكرر بعد اسبوعين او 3 اسابيع، وبعد كده خلاص لنهايه الدوره لو انت دورتك 4 شهور 5 شهور. اما لو الغنم قاعده مطوله يبقى بعد كده كل 4 او 5 شهور. من الافضل المصري او الاردني؟ الاردني طبعا افضل من المصري اكيد. ايه راي حضرتك في الازوره الاغنام؟ للاسف ما استخدمتهاش. الله يزيدك ويبارك فيك. الله يبارك لك يا اخ منير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي معزه ولدت امس، واحد من ضرعها حليبه ينزل زي الماء وفي قطع بيضة وريحته كريهه، مع علاجه ده؟ الحق بسرعه يا اخ موسى، ده التهاب ضرع في بدايته، الحق قبل ما يتليف الضرع وينشف منه اللبن نهائي. دي بدايه الالتهاب، تجبن وريحه كريهه، ده التهاب ضرع. الحق بسرعه، ادهن الضرع مرهم يود، مرهم الاسود، مرهم الضرع او مرهم يود، وتحقن المعزه، هي معزه معزه، تحقن المعزه 3 ايام او 4 ايام ورا بعض بنسلين عضل، سنتي لكل 10 كيلو، سنتي لكل 10 كيلو، يعني المعزه لو 30 كيلو تديها 3 سنتي كل يوم عضل بنسلين 3 ايام او 4 ايام ورا بعض. وفي ابره بتتحقن داخل الضرع اسمها ابره ضرع في البيطريه، في الصيدليه البيطريه، عباره عن ابره بلاستيك ليها سن بلاستيك بتتحقن داخل الحلمه. العبوه تقريبا هي 15 سنتي الابره، او مش فاكر كميتها قد ايه بالظبط. المهم لو جنب السليم سيبه، ما تحقنش فيه عشان المواليد هتولد منه. احقن في الضرع السليم التعبان، احقن نص الابره فقط لا غير، لان الابره هي تقريبا والله على ما اذكر هي 15 او 20 سنتي ولا هي 10 سنتي، كانت فيها مقاسات. المهم نصها فقط في الحلمه السليم في الضرع التعبان، وحاول قدر المستطاع ما يرضعوش منه المواليد. يعني لو حاولت تدريب اي حاجه ممكن تعزل المواليد وانت ترضعهم، بحيث ما يرضعوش، ما يعملهمش اسهالات، ممكن يعملهم مشاكل، بحيث ما يمسكوش في الحلمه التعبان، في الجنب التعبان. وان شاء الله خلال، وطبعا تصفي يعني، بس لما تحقن الابره داخل الحلمه ما تصفيش الضرع، ممكن تصفيه. اول حاجه هتصفيه بالكامل، اعصره نزله بالكامل، ما تنزلوش على أرضية الزريبة، ما نزلته على أرضية معدي للغنم يوصل للحلمات التانية وينتقلك في المعيز كلها. ما تعصور، ما تصفيهوش على صفيف جردل في أي حاجة وارميه بعيد، صفيه كويس. وبعد ما تصفيه احقن اللي هو حقنة الضرع داخل الحلمة، وما تصفيهوش تاني غير آخر النهار، يعني تاني يوم على الأقل، يعني مش آخر النهار، حقنته تاني يوم تصفيه من الحقنة. ان شاء الله بعد كده هتبدأ تصفيه اول باول على طول، ما تخليش يتراكم فيه ان شاء الله. ومع دهان مرهم اليود ان شاء الله خلال 2 او 3 هتلاقي اللبن رجع طبيعي باذن الله. ايه رأي حضرتك في اورجانيت فاكتور لاضافات للاضافات على الاعلاف، او ترشح اي حاجة تكون حضرتك مجربة؟ للأسف والله انا ما بركزش على الشركة كتير، لان في شركات ياما جدا 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 للاضافات على الاعلاف، وانا بحط الاضافات دي بعتبرها زيادة، بعتبرها زيادة تأكيد مش اكتر. فيعني ان شاء الله حتى لو ما تحطتش ان شاء الله ما فيش مشكلة، بس بنحطها زيادة تأكيد مش اكتر. والشركات اللي بشك في جودتها ممكن اضاعف الكميه، بدل ما بحط كيس مثلا على الطن بحط كيسين على الطن. اما وبيبان طبعا واضح من خلال السعر، بيبان واضح من خلال سعره. يعني كيس الخميره في منه ب6 جنيه، انا بحط ممكن 5 6 كيلو على الطن، وممكن اوصلها ل 10 كيلو. في بريمكس الكيلو بتاعه ب30 جنيه، وفي بريمكس الكيلو بتاعه ب60 جنيه، الاثنين 3 كيلو، والاثنين تلاقيه مكتوب على نفس التركيز، طبعا بيبان من خلال السعر يعني كمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل صحيح اذا كان الفحل مفرد ليس توأم
يونج بمفرط فقط ام لا؟ لا طبعا ان شاء الله الكلام ده مش صحيح، لان التوأم مش على الفحل بس، التوأم على الفحل لا، انا التوأم بعتبرها اكتر على طالما صحة الفحل كويسة والحيوانات المنوية بتاعته كويسة تمام والعدد بتاعه كويس والحركة كويسة، التوأمية بتكون في الحالة دي معتمدة اكبر كمية على الام على النتاية وليس على الفحل في الحالة دي. انما هنا امتى يأثر على العدد؟ انه يكون الفحل ضعيف، حيوانات بتاعته من عددها قليل وحركتها بطيئة، هنا في الحالة دي يبقى الفحل هيأثر طبعا لازم يتغير. انما لو الفحل صحته تمام خلاص بغض النظر التوأم ولا مفرد مش هتفرق، هنا بيبقى متوقف نسبة التوأم على الام، نسبة الخصوبة عندها، نسبة الخصوبة عند الام. طبعا بيحتاج الاثنين في موسم التلقيح بتحتاجوا علف كويس عشان بيحتاجوا دفع غذائي في العلف، كمية علف عشان الخصوبة ترتفع عند الذكر الفحل وكمان الخصوبة ترتفع عند الانثى، فبالتالي نسبة التوائم تزيد وملوش علاقة ان هو توم ولا فرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسامة من السودان. أهلا وسهلا بك يا أخ أسامة. عندنا في السودان المفاطيم عمر 3 شهور بحوالي 277 جنيه، العلف بروتين 18 2500 جنيه للطن، والبرسيم تقصد 1000 جنيه، أنت كاتب 10000، على الأسعار دي المفروض تقصد 1000 جنيه طن البرسيم 1000 جنيه، سعر كيلو اللحمة 50 جنيه مصري. ما شاء الله يا أخ أسامة الأسعار عندكم. أنت عايد الكلام البرسيم 10000 يعني بتأكد؟ اشمعنى يعني يا أخ أسامة اشمعنى البرسيم 10000؟ الأسعار كلها رخيصة لكن ليه البرسيم 10000 جنيه؟ لا نهائي، عندنا احنا عندنا البرسيم افضل برسيم الحجازي بتاع الواحات ما ب 2500 ارضه، بيوصلنا اسكندريه ب 3000 3100 والنمره واحد تصدير. لا مش عارف انت متاكد الكلام؟ لا البرسيم بلاش خالص، برسيم نهائي. لا بس الاسعار كلها رخيصه عندكم، المولود واللحم رخيص بس المواليد عندكم ارخص بكتير من عندنا. بس طبعا انا بيختلف النوع يا اخ اسامه، لان عندكم الغنم السوداني بيقولوا عليها سواكنه في مصر، هنا عندنا مع برخيصه تعتبر عندنا في مصر وما لهاش طلب زي الغنم بتاعتنا، بس كاسعار خامات واسعار كل حاجه ما شاء الله الاسعار رخيصه خالص عندكم الا البرسيم، مش عارف ايه السبب يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف نعرف انه الغنم فيها حراره؟ يعني كيف نقيس الحراره في الاغنام بدون الذهاب للطبيب البيطري؟ يا اخ مختار ان شاء الله هنعمل فيديو للسؤال بتاعك ده، بس هنجاوبك في عجاله كده باختصار. الغنم ازاي تعرفها سخنه من غير لا ترمومتر ومن غير ما تروح للبيطري؟ لما تيجي تحط العلف، الغنم التعبانه سواء في حراره او مريضه في اي حاجه مش مسبب لها حراره بتاخد خط سير غير سير الغنم، غير القطيع. بمعنى لما بتيجي الغنم جعانه وترمي لها العلف كله بيقوم يجري يهجم على العلف الا السخن الا التعبان ما بياكلش. العلامه الاساسيه في السخن ما بياكل، ما فيش خروف سخن بياكل، بس ممكن الغنم تشده معاها في طريقها كده، يمشي مع الغنم ومشي كسلان، يمشي كسلان يقف وسط صف الغنم كده على الطواله وخلاص، انما تلاقيه ما بياكلش واقف وخلاص، حركته بيبان حركه بطيئه معزوله عن القطيع ما بياكلش، دي على ده على طول تعرف انه سخن او تعبان عموما مريض. في الحالتين سخن او مش سخن ممكن تدي ديكلوفين. الديكلوفين عباره عن خافض حراره مسكن الام مضاد التهابات، يعني سواء مريض او يعني مريض مرض مسبب له سخونيه حراره او مش مسبب له ممكن تدي ديكلوفين في الحالتين. بعد كده بيبان معاك المرض تنفسي بتدي له مضاد حيوي تنفسي مع الديكلوفين، معوي عنده اسهالات بتديله مضاد حيوي معوي عشان الاسهالات على حسب الحاله. بعد كده من غير ما تحط ترمومتر ولا تقيس حراره خالص، انت ممكن تقيس حراره غنم نشيطه وبتاكل بس بتدي علف تقيل، وفي الصيف تقيس الحراره تلاقي الحراره مرتفعه سخن،
الترمومتر بيقول لك ان هو سخن، لكن هو مش سخن، العلف اللي مسخنه. مفيش غنم سخنه بتدخل على الاكل، دي حطاها قاعده. لو سمحت هندسه، لو عاوز اعمل خلطه للتسمين يكون نسبه كل مكون من المكونات الاساسيه كام؟ اخ عبدو ارجع في 4 أو 5 فيديوهات احنا عاملينهم في القناه مخصوص للعلف، هتعرف الاجابه بتاعتك بالتفصيل. لو في كسر شعريه اوكلها ولا ايه نسبه بروتين ليها كام؟ وشكرا لحضرتك. الشعريه اكل مفيش اي مشكله، اعتبرها زي الذره 8% 9% 7%. ما هو انواع القمح اللي بيتعمل منه الشعريه كتير، فالمفروض يعني ايه تبقى في الحدود دي كده، ممكن تعتبرها زي الذره بالنسبه للشعريه الناشفه طبعا. يعني فلور في نيكول تحت الجلد ام عضل؟ ام يمكن الاثنين، لاني رحت جبته والبطري قال لي عضل. لا، الفلور في نيكول بيتاخد عضل وبيتاخد تحت الجلد. اقرا، سيبك من البطري، اقرا الروشته بتاعت الوصفه جوه علبه الدواء، هتلاقي مكتوب لك 1 سنتي 3 سنتي لوزن 45 كيلو عضل 3، هتلاقي مكتوب لك الجرعه 3 سنتي لكل 45 كيلو من الوزن عضل، وبيتعاد بعد 48 ساعة، تعيد الجرعة بعد 48 ساعة، ده بالنسبة للعضل. وبعد كده هتلاقي مكتوب لك 4 سنتي 4 سنتي لل 45 كيلو او 4.5 على ما اذكر، المهم ما تعادل يعني تقريبا 1 سنتي لل 10 كيلو، هي تقريبا يعني هتبقى تقريبا 1 سنتي لل 10 كيلو. لا للتمانية كيلو تقريبا، كاتب لك 1 سنتي للتمانية كيلو او للتسعة كيلو. المهم يعني انت بتسأل العضل وتحت الجلد، هي بتستخدم عضل وبتستخدم تحت الجلد، بس لو استخدمتها تحت الجلد بتستخدمها كجرعة واحدة، بتستخدمها كجرعة واحدة، فانا بفضل الجرعة الواحدة. زائد ان الابرة تقيلة، لو حطها عضل قريبة من عصب ولا قريبة من عض ممكن تشيل الخروف او تعمل له عرج مؤقت، فانا بفضل لو تورم، لو جت سطحية في العضل بتورم، فانت انا بفضل تحت الجلد احسن، اسهل وامن يعني بالنسبه لاصابات العرج والشلل اللي ممكن تحصل بسبب الابره الغلط. فهو بيتحقن عضل وتحت الجلد، بس جرعه عضل تختلف يعني، ممكن تحقنها تحت الجلد مره واحده، وعضل ممكن تحقنها بنص الجرعه تقريبا، اقل من نص الجرعه، اكتر من نص الجرعه شويه يعني، بس بتعيدها بعد يومين. انا بستخدمها تحت الجلد وبعيد الجرعه مره كمان لو الحالة استدعت بعد يومين. انا بستخدم 1 سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد مرة واحدة، لو جابت نتيجة خلاص، ما جابتش نتيجة بعد يومين بعيد الجرعة تاني تحت الجلد، مفيش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت باشمهندس، عندي ماعز هتولد ان شاء الله يوم 2/3 او 3/2، انا مش عارف، ما هو الاثنين يجوا. المهم يعني يعني كمان حوالي 10 ايام، مش تمام يعني، كمان حوالي 10 ايام. كان عندها التهاب ضرع من فترة قريبة وكانت بتجيب دم وقطع دم، المهم الدكتور اعطاها علاج وهي تمام دلوقتي. المشكلة ان الدكتور قال لي افضل احلبها لحد ما تولد، مش عارف هتكون لبن السرسوب ولا لا. طبعا يا اخ محمد مش هتكون لبن سرسوب، لو الدكتور قال لك احلبها لغايه، هي حاليا لو بتحلب لبن صافي نظيف المفروض خلاص، المفروض خلاص توقف عن حلبها، ده 10 ايام مش هتلحق تكون سرسوب. تكوين السرسوب بيحتاج شهرين، تكوين لبن السرسوب شهرين، حد ادنى يعني شهر ونص، ده حد ادنى شهر ونص، اقل من كده مش هتلحق تعمل سرسوب، هيطلع المواليد ضعيفه، المواليد هتطلع ضعيفه ومناعتها تعبانه، اهم حاجه السرسوب. فلو في حاجه تانية تولد معاها ممكن تستمر في حليبها، بس انت ما اعرفش في حاجه تانية، لو في حاجه تولد معاها ممكن ترضع السرسوب للاتنين، لكن لو ما عندكش للاسف مش هتلحق تكون سرسوب. فانا طبعا ما تنساش لو عجب الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.